أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا تفاعليا مع عدد من الشباب العربي والإفريقي في معبد فيلا رمز السلام والمحبة في أسوان. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس استمع إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الإفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب والأفارقة.